مازال رونالدو رونالدو الكره في الوسط ايسكو بابا جول رونالدو وايسكو الجول الاول بورخا مايورال يسجل اول هدفه في دوري الابطال هدف اول في الدقيقه الثامنه من انطلاقه المباراه فعل صغير الريال مايورال 20 سنه يفتح مجال التسجيل ويسجل هدفه الاول في دوري الابطال في حياته اليوم امام الريال في هذا اليوم امام بوروسيا دورتموند خرج في القائمه الثانيه انطلاقه وتوغل رائعين من رونالدو كره كوفاسيتش لكريستيانو لم يكن متسللا دخل من امام مارك بارترا دخل في العمق ومرر لإيسكو ترك الكرة تمر إيسكو ببراعة في اتجاه مايورال جول هدف أول يفتح الشهية ويخلي عناصر بوروسيا دورتموند تخرج من منطقتها إلا إذا اختمها فريق توتنهام كرة لكوفاسيتش في القائمة الثانية على الجهة اليسرى يرجع لكريستيانو رونالدو با 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 جول 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 من أروع ما يكون يا كريستيانو أكيد جماهير الريال تحلم بأن يكون رونالدو دوري الأبطال هو رونالدو الدوري الإسباني مين يضربها رونالدو تدخل ببراعة استلمها حطها في الزاوية اليسرى خلى الحارس بوركي يتفرج على الكرة ويلتقط لها صورة من أروع ما يكون أين الوجهة يا كريستيانو رونالدو هدفه التاسع هذا الموسم يتوجه مباشرة لمارسيلو وكأنه وعده بأنه سيسجل هدفا جميلا مثل الأهداف الجميلة التي عودنا عليها رونالدو ليس نعم في أفضل أحواله ولكن في أي فترة في أي وقت في أي لحظة ممكن يخرج توزيع جول هدف من أوباميونغ من أروع ما يكون جول شمال زير اختطف كرة وزعها في القائمة الثانية هل كان أوباميونغ في وضعية التسلل أم لا هدف ولا أروع لقطة سريعة وتوزيع بالدقيقة من قبل اللاعب شمال زير في اتجاه أوباميونغ هاي لعادة مرة ثانية أشك في أن أوباميونغ كان في وضعية التسلل لا 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 لم يكن متسللا أوباميونغ فعلها الكابوني وسجل جول في الثواني الأخيرة من عمر هذا الشوط الأول هدفان لهدف واحد صارت النتيجة لو كرة خطيرة أوباميونغ بوروسيا دورتموند ما هذه الأخطاء في الخط الخلفي لدفاع الريال هدف ثاني مباغت قاتل لريال مدريد في الدقيقة الثالثة من انطلاقة الشوط الثاني أوباميونغ يسجل ثنائي اليوم ويسجل هدف الرابع في دوري الأبطال وهدف العشرين في دوري الأبطال في 32 مباراة بوليسيتش شوف التمريرة شوف دفاع ريال مدريد وكأنه نايم وكأنه حاضر غايب الكرة مرت أوباميونغ استلم كرة وسجل ببراعة وبرأسة الخطورة وبوركي رجعت لتيو هرنانديز تسديدة لوكاس فاسكيز يفعلها ويسجل جول أول في دوري الأبطال استلمها على الطائر مثلما جاءت كرة أرضية زاحفة راحت رويدا رويدا جول ثالث للريال عند الدقيقة 80 من عمر المباراة الريال يسجل الجول الثالث ويصبح متفوق ب 3-2 كان فيه